هكذا تحدث أمير قطر. تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر. وهذا هو وضع العمال في قطر الذين يعيشون بلا أدنى حقوق، فلا رواتب ولا أماكن إقامة آدمية، وتسحب جوازات سفرهم حتى لا يتمكنوا من مغادرة البلاد. أقل قطر or change jobs. I feel like I'm in prison. الظلم الذي يتعرض له هؤلاء العمال دفعهم للثورة على الحكومة القطرية. مقاطع انتشرت لمئات العمال الأجانب العاملين في منشآت كأس العالم تظاهروا احتجاجا على تردي أحوالهم المعيشية وعدم تلقيهم الرواتب منذ شهور. نحو 1,000,000 عامل آسيوي يشيدون 9 ملاعب توفي منهم 1,000 شخص حتى الآن بسبب ظروف العمل القاسية، وهو رقم الوفيات الأعلى في تاريخ البطولة. انتفاضة العمال في قطر كشفت زيف كل ما كان يروج له نظام الدوحة عن حقوق الإنسان، فهنا في قلب الدوحة يعيش ناس بلا حقوق.